ومعانا عسل ومعانا خلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. انت تشتغل يا صديقي. حلو. ومعانا ماء مثلج ومقادير عصير الجوافة على الشاشة في متناول الجميع. انا مش بحب اكل الجوافة كده، بحب اشرب عصير الجوافة بماء مثلج للأمانة يعني، وقليل من السكر او العسل، ما بحبهاش بالحليب. هنعملها النهارده مع بعض بطريقة بسيطة وسهلة، سموزي. ولكن للأمانة تعالوا شوفوا العصير بتاعنا أخباره إيه. أدي الجوافة الحلوة مع ورقتين نعناع حلوين. ليه النعناع يا عم الشيف؟ برضه النعناع قيمته الغذائية عالية جدا، بيريح الجهاز الهضمي ويهدي الأعصاب ويجعل الفم رائحته طيبة. هناخد الجوافة الحلوة المثلجة دي ونحطها هنا كده. توفر عليك حاجات كتير على فكرة، طالما قشرتيها كده وشلت البذر ده منها بالشكل ده كده، دي الجوافة اهي. أنا مش بحب البذر، وعلى الصحة مني الأطفال دايما لما تأكلهم جوافة شيل لهم البذر من الجوافاية. بيتقل المعدة وبيعمل مشاكل مع القولون وحاجات كده مش لطيفة. اهو هنحطها هنا كده. ورقتين نعناع حلوين يا عم الشيف. احنا عارفين الجوافة ناكلها بالليل كده واحنا ايه بنشاهد البرامج بتاعتنا على القناة الأولى والفضائية المصرية، ونقعد ناكل في الجوافة والبذر يجي تحت سناننا، ويا سلام لو عندي تسوس في الدرس ولا عندي مشكلة وتيجي بذرة في الدرس وما بين اللثة وبعضيها، طول الليل نقعد نفحر في سناننا. طب وليه؟ ما هو الشيف المغازي قال لك تعملها عصير معلتين عسل وماء مثلج. نقعد طول الليل ما تتكلم مع حد، ايه يا عم واكل جوافة؟ وبعدين لما بنقعد نشيل البذر من الجوافة سهل، نقطعها أربع تربع ونجيب معلقة الشاي، نيجوا شايلين قلب الجوافية، ينزل بعسل. الجوافة البلدي طعمها سكر، طعمها عسل، فمش هنكتر عسل كتير. نعتمد على السكريات اللي موجودة فيها. وأنا بصراحة مش بحب السكر في العصاير. نخلط ده كله مع بعضه. دايما المغازي يقول ايه لما يعمل عصير؟ شاطره يا امي، شاطره يا اختي، يا بنوته يا حلوه، يا صبابين العصير زيدوا حالاته. فيتامين سي موجوده، عسل مش محتاجين نتكلم عنه، الحديث يسبق ذكره. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. قدرنا ان احنا بتكلفه قليله جدا بنفس المقادير بنفس الماتيريال نعمل قيمه غذائيه، نعمل اكل مختلف في الشكل وفي اللون وفي الطعم. عملنا مدفونه الشعريه بالدجاج، عملنا البتنجان بالطش على طريقه الشيف المغازي، الشكل والمضمون مختلف. عملنا عصير بيساعد على الهضم، قيمته الغذائيه عاليه جدا، مفيد للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي في الوقت واحد. الجهاز الهضمي النعناع، الجهاز التنفسي فيتامين سي. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل ما عشت القناه الاولى والفضائيه المصريه، وكمان خفه الدم. الكلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.
ترجمة